اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. صحتك في اكلتك، والوقايه خير من العلاج. ودايما نقول مصطلحات عن الاكل الصحي، ولكن تعالوا نطبقه عملي باقل تكلفه ومن المنتجات بتاعتنا ومن مطبخنا واللي هي في متناول الجميع. العدسه ابو جبه، العدس الاسمر هنعمله النهارده، ده بكليات وبروتين من البروتين النبات اللطيف، ولكن في مشاكل مع الكولون، هنحل مشكلته مع الكولون بإذن الله، ونشوف إزاي نعمله بطريقة جديدة النهاردة وبطعم تاني بطريقة بسيطة وسهلة. معايا سجق النهاردة بلدي، حسب عدد أفراد الأسرة بتجيب الكمية المطلوبة منك تقريبا نص كيلو، مع بطاطس هنعمل شوية كفتة السجق بالبطاطس، حاجة جديدة ولطيفة وجميلة، الأطفال هيحبوها وكمان كبار السن هيحبوها، وبقدر الإمكان هتكون صحية وزي الفل. نيجي بقى للعصاير والحاجات اللي بتشوفها في الكافيهات والمطاعم واللي اولادنا بيحبوها. معانا اسموزي المانجا، المانجا مغرقه السوق وبسم الله ما شاء الله طعمها زي العسل. هنعملها النهارده اسموزي المانجا بطريقه بسيطه وسهله، هتعجب حضراتكم، مع زبادي، يعني هتساعد على الهضم، وتقريبا الزبادي مع المانجا في بينه وبين بعض وصال. تعالوا نشوفوا نعمله ازاي سموزي مع تلج ويبقى لطيف مع النعناع كمان. مش عايز اطول حضراتكم لان في تفاصيل وفي شغل في الحلقه، بما ان الاكل صحي فهكون حريص في استخدامي للماتيريال اللي هي المكونات بتاعه كل اكله، واخش جواها واشوف ازاي اتلاشى مشاكلنا من الدهون والحاجات اللي ممكن تؤدي للدسامه. مش هطول على حضراتكم، صحتك في اكلتك، اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل مع العدس الاسمر بتاعنا الجميل، اللي هو من غير طبق الكشري يكون موجود فيه تحس ان الكشري يتيم. العدس الاسمر ده حكايه، ولكن النهارده هنعمله طبعا بطريقه جديده، بما ان العدس طبعا الاصفر او الاسمر من ضمن الاكلات الموثقه ومدرجه ضمن الاكلات الشعبيه المصريه، وهو طبعا من خير ارضنا، والعدس بتاعنا بتاع المصريين والارض المصريه الطيبه بيصدر للعالم. بصل، عدس، توب، الحاجات دي طبعا بتقول تحيا مصر في اي مكان في الدنيا. هنعمله النهارده بطريقه جديده هتعجب حضراتكم، اسمها بصاره العدس الاسمر، يعني بدل ما نعملها فول هنعملها عدس معاها بصله مقرمشه كده لطيفه وجميله على طريقه البغازي. المقادير على الشاشه: عدس اسمر وبصل وتوم وشويه بهارات من الملح والفلفل والبابريكا، وخلص الكلام. هعمل لك طبق يكسر الدنيا. المقادير على الشاشه، صورها بتليفونك او اكتبيها. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد البصل ده كده الاول يتقطع شرايح، حلو اهوت. البقوليات مشاكلها مع الكولون انتفاخ، مفيش بينها وبين الكولون عمار. شويه الكمون لما بنحطهم على الفول واحنا قاعدين لسه هنهرسه بالشوكه وقت ما ناكل بيعالج مشاكل الكولون. شويه الكمون اللي هنحطهم على العدس ده وهو بيتسلق هيعالج مشاكل الكولون. اذا هنا حلينا المشكله بان احنا اتخلصنا من مشاكل الكولون. خدي بقى مني التركايه دي كده، العدس ده يتنقع في ميه بارده من الحنفيه العاديه لمده ساعتين. تخلصي من الميه دي هيخلصك برضو من الكولون ومشاكل الكولون والانتفاخ. انك تنقعي العدس في ماء بارد لمدة ساعتين، عدس أو فول أو حمص قبل السلق مباشرة. حبايبي على السوشيال ميديا، معلومة غير معلومة بتاعت المغازي اللي مغرقها السوشيال ميديا، بتقول إيه المعلومة الغير معلومة؟ ننقع البقوليات في ماء بارد لمدة ساعتين قبل سلقه للتخلص من مشاكل الكولون والانتفاخ. البصلاية معايا زي الفل اهيت، باخدها بهيئة قبل كل حاجة كده، ونحط عليها بقى الفليفر والطعم وتبقى مقرمشة زي الفل. تحطها على طبق كشري أهلا وسهلا، تحطيها على المجدرة. مين المجدرة دي يا مغازي؟ المجدرة دي إخواننا الشوام بيسموا الأكلة دي مجدرة. حلو، هنحط هنا فص ثوم على البصلاية، شفت بقى الطعم، وهنحط معلقة هريسة حلوة. الله دي جديدة اهي.
على البصلاية ونحط شوية بهارات من البابريكا والكمون والكركم على البصلاية. هي البصلاية دي اللي هتدي شخصية للطبق اللي هعمله دلوقتي. رشة فلفل محترمة. طبعا التوابل دي لو قلبتها مع البصلة دي في قلب الزيت هيتفصلوا عن بعض ويسيبوا بعض، كل واحد يروح في سكة. طب نعمل ايه عشان الاتنين ينسجموا مع بعض، توابلنا مع بصلنا؟ نعمل ايه يا عم الشيف؟ معلقتين من النشا، بنضرب عصفورين بحجر، اللي هو بنضمن ان البصلاية تقرمش وتبقى كريسبي ولطيفة وحلوة، وبنضمن كمان حاجة لطيفة اللي هي يا عم الشيف ان التوابل دي تقعد مع البصل لغاية لما يتحمر. ده زعتر فريش طازة كده لقيته في طريقي جبته، دايما بحب المطبخ بتاعي يبقى فيه روزماري، فيه زعتر، فيه ريحان اخضر، عصرة ليمون يا عم الشيف على البصلاية. انا كده مهيئ البصلاية، عملت لها شخصية، باخدها بقلبها كده، وعندي زيت شديد الحرارة. الله. تعملي طبق كشري حلو، تعملوا البصلايه دي بالشكل ده وبالطريقه دي. بتعملي طبق مجدره او مدردره، الاسماء غريبه معلش، ولكن انا هنا اللي عشان افسرها وافك اللغز بتاعها. اخواننا في لبنان عندهم اكله مشهوره جدا اسمها المدردره والمجدره، الاثنين عدس ورز. المجدرة اللي هي عبارة عن اللي أنا هعملها دلوقتي، المدردرة عبارة عن عدس ورز زي طريقة عمل الكشري البحري أو الكشري الإسكندراني، رز بسمتي مع عدس أسمر، الاتنين بيستووا مع بعض ويتغرف. شفت البصلية خدت لون إزاي؟ بناخدها زي ما هي كده، بنحطها يا عم الشيف في الزيت، يلا مع بعض في الزيت. الخبرة الطهوية، البساطة والسهول. يا بختك يا بصلايه. ونسيبها تعيش مع نفسها بقى، ما تقلبهاش. اوعي تقلبيها ولا تيجي جسر، خليها زي ما هي كده. هتقلبها كتير هتخسري توابلنا وبهاراتنا اللي احنا حطيناها فيها. نقلبها بعد 5 دقايق من الاحمرار. تعالوا نشوفوا ايه قصه العدس اختصارا للوقت بتاعنا، وعشان وقتنا من ذهب على شاشة القناة الأولى. بنعمل إيه دايما؟ بنختصر الوقت في حاجات حضراتكم شطار فيها. حلة على النار، الحلة دي بنحط فيها، الله إيه الحلاوة دي، شوف الدلع. العدس هنا قرب يستوي. كل اللي أنا عملته العدس بعد ما نقعته في المية لمدة 2 ساعة، صفيته من المية، اتخلصت من المية عشان التخزين وعلشان اتخلص من الماده او من ريحه التخزين، الحاجات اللي هي بتبقى مش لطيفه. وبعد كده بتخلص كمان من نتيجه ان انا بنقعه، بخلص القشريات بتاعته من مشاكل الكولون. والعدس هنا زي الفل. ايه المطلوب يا عم الشيف؟ ان العدس ده يتعمل بوريه. بينضرب بالايه؟ في الخلاط بعد ما يبرد، او بالهاند ميكسر بتاعنا، مفيش اي مشكله. زي الفل كده، تمام. ده العدس بتاعنا، طاسة على النار بنحط فيها زيت زيتون. دي بقى الايه الفينش بتاع الايه؟ المجدرة او المدردرة. حطينا يا عم الشيف، حطينا زيت زيتون مع زيت الزيتون شوية توم حلوين كده محترمين، الله. ومع التوم ده يا عم الشيف شوية كزبرة محترمين، واستنى هسة مع شوية نعناع يابس عشان طعم التوم واللي ياكل من التوم، واسيبهم يتحمروا كده كأنك بتعملي طشة. حلو، أخباركم إيه يا حلوين؟ الله هو ده، الله هو ده. وأزود زيت الزيتون كمان، غرقها زيت زيتون، الأكلة دي بتحب زيت الزيتون. بصلاية التومة أوعى تتحمر منك. بص على الحلاوة دي، بص على الشقاوة دي،
بص على الابداع ده. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ صلي على الحبيب قلبك يطيب. يا ويلي زلزال. خلص الكلام. اللهم صل على النبي ونقلب. شفت الشقاوه؟ بس الله تاكل شويه عدس حكايه. دي لما تبرد بقى زي البصاره بتاعتنا بالظبط. هنغرفها دلوقتي ونشوفها مع بعض. حاضر. عينيا عينيا. ناخد بعدين نطلع فاصل صغير. دي لازم تاخد غلوه طبعا مع الخلطه اللي انا عملتها من التوم والكزبره. وناخد بعدين نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل مع الكفته بتاعتنا خدت لون ازاي واوريها لحضراتكم. ومعانا العدس الاسمر الجميل بشكل جديد. احلى كلام بنسمعه من الشيف. تعالوا نطبقه عملي. احنا كان معانا من شويه تقريبا نص كيلو من العدس ابو جبه، العدس الاسمر. تبص عليه، رايك في الحله قبل ما نغرفه؟ بالله عليك بص له كده وشوف الحلاوه والروقان. الله، شفتوا الاكله دي؟ الاكله دي عايزه شويه عيش بلدي الجميل بتاعنا ده كده من الفرن اللي على الناصيه. وبالف هنا وشفها. انا بصراحه بحب اكله بالمعلقه، ده القوام بتاعه ما يتقالش عن كده ولا يخف عن كده، ده لما يبرد زيه زي البصارة. وده يتاكل بارد ما يتاكلش سخن. أهم حاجة التركية الأخيرة اللي حضراتكم شفتوها، اللي هي يا عم الشيف، اللي أنا بعد ما استوى العدس خفقناه طبعا، وبعد كده حطينا في طاسة تانية التومة مع زيت زيتون مع كزبرة ناشفة، واتحمرت التومة مع الكزبرة وكل شيء، وبعدين سقطنا العدس عليها. هنغرفها هنا كده. مخرجنا اوبا، ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ طبق يكفي العيله والجيران والحبايب، ويا ريت تغرفها في اطباق زي البصاره كده بتاعت امي رحمه الله عليها وتوزعها على الجيران والحبايب. حلو الكلام؟ الله عليك. معانا البصلايه الحلوه. انا عايز بقى اسكت خالص ونسمع كده ايه؟ رنين. الرنين ده لو دورنا في مدرسه الموسيقى والنوته الموسيقيه مش هنلاقي الصوت ده. بس للموسيقيين اللي بيسمعوني دلوقتي، دور في النوتة بتاعتك مش هتلاقي الصوت ده. اهو اهو. الله، صوت يجوع. ألف هنا وشفا. أكلة ما كلفتش تلاتة تعريفة. ايش بقى عشان الفلاسفه لما يقول لك يا عم العدس، يا عم الله يرضى على والدك. انا الكلمه الحلوه بتخليني احفر في الزلط زي الحفار. الكلمه اللي مش حلوه بتجيب لي شويه ايه بقى؟ احباط. ايه ده يا عم الشيف؟ نعناع. اللي مش عايز طعم ريحه بقه بصل او توم يعمل اللي انا بعمله ده. ده يعني شكل برزنتيشن كده على السريع. يلا عشان عندنا شغل تاني، عايزين نشوف السموزي. المانجا بالزبادي تساعد على الهضم، والزبادي يريح القولون مع اكله زي دي كده. لازم تعرفي بتقدمي ايه على ايه عشان في الاخر يبقى عندنا ايه. الطبق ده جاهز. بصراحه انا عايز انهي الحلقه لغايه كده وزي الفل وتعشت يا عم الشيف. هنعمل بقى نقدمه لمخرجنا كده. الف هنا وشفا. شوية زيت زيتون. الله عليك الله عليك. هنا يا ولدي هنا يا ولدي هنا يا ولدي. ده زيت زيتون زي الفل. نعمة. خلص الأكلة دي. نغرف الكفتة الجميلة الحلوة اللي شكلها وصوتها وجمالها يجوع. معانا شوية بقدونس زي الكبابجية. الله. رؤية فن ابداع مع تفاصيل صغيره ومعنى كبير وطعم جديد. ممكن تشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو.